أنا ابنكم وبحبكم عثمان الحبوب رئيس جمعية الكتاب والسنة بالسودان، وبجواري الأخ الشيخ إسماعيل عثمان رئيس جماعة أنصار السنة بالسودان، وكلاهما الحمد لله في إخاء تام وفي تعاون من أجل نشر الدعوة. أحيي سماحة الوالد عزيز الشيخ عبد العزيز الشيخ وسماحة الوالد الشيخ صالح الفوزان، وليس لي كلام إلا الشكر والدعاء لكم. حقيقة نأتي هنا لنتعلم ونستفيد من توجيهاتكم الطيبة العلمية، ولكن يبشركم بأن الدعوة إلى الله عز وجل تسير في السودان سيرا حسيسا في وضع طيب، ويبشركم محاربة البدع ودعوة التوحيد والسنة ومحاربة المناهج المنحرفة، محاربة التكفير وأساليب القتل وغيرها التي شوهت الإسلام. أبشر الآباء الكرام بأن ندعو في خير ونعمة، وأشكر حقيقة خادم الحرمين الشريفين وهذه الدولة المباركة والأمير متعب والقائمين على هذا البرنامج بحفاظة الإكرام والاستقبال، وأتاه لنا هذه الفرصة الطيبة التي منها هذا اللقاء المبارك. صلى الله يحفظكم ويجزيكم عنا خيرا وينصر لكم الإسلام والدعوة المباركة، وأبشركم أننا استفدنا من محاضرة الشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ عوامل القوة لأهل السنة، ونسأل الله أن تكون برنامج عمل لنا إذا رجعنا إلى بلادنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. طيب اختلفتوا قبيل ليه؟ وليه بقيتوا جمعيتين وبقوا رئيسين وبعد ذلك بقوا ست رؤساء؟ السبب شنو؟ إذن الخلاف ما كان في دين، المنهج ده أنصار السنة البقى الآن منهج باطل وبقوا مع الصوفية واسنوا على الصوفية، هو منهج عثمان الحبوب اللي هو رئيس جمعية الكتاب والسنة الخيرية، لأنه الحبوب اعترف بالكلام كان نحن بتعاون من أجل نشر الدعوة. واختلفوا قبيل معناته ما في دين ولا في مسألة منهجية زي ما هم بعضهم كان بيصور، إنما ربما كان الخلاف في دنيا في مادة في غيره، لكن ما عنده علاقة بالمنهج، عشان ناس الجمعية ما يقولوا إحنا ناس المنهج وانصار السنة فارقوا المنهج، ما يقدر يقولوا كلمة دي، لأنه شيخهم ورئيسهم الحبوب الليلة طلع قال إنه نحن وانصار السنة في إخاء تام مع اسم العثمان كمان، الزول السألوا عن التصوف قبل كده في جريدة ألوان وقالوا له التصوف ما رأيك فيه؟ قال التصوف مجموعة من الأخلاق الفاضلة والسلوك، وهو موجود داخل القرآن ذاته. وبعدين حتى نحن بنحارب قال الشرك وأهل البدع والتكفير وبننشر التوحيد، ده كذب من الحبوب، ده ركض بيه على الشيوخ السعوديين العلماء القدام وديل كما هو ظاهر بالمقطع، لأنه الناس اللي بيمدحوا أهل البدع بل بيمدحوا شرار أهل البدع الصوفية هم أنصار السنة، وانت جيت أثنيت على زعيم أنصار السنة من يكرم الصوفية ومن يثني على أهل الشرك والبدع، زي ما قبل شهور كرم شيخ الطريقة السماني، زي ما قبل شهور أثنى على الأنصار المبتدعة أتباع المهدي القانا المهدي المنتظر ومن لم يؤمن بمهديتي فهو كافر، وقبل شهور جماعة المركز العام أنصار السنة ذاتهم أثنوا على الترابي الكفروا العلماء من السعودية لهنا، والكفروا بعض جماعة ذاتهم زي ناس جعفر شيخ إدريس وغيرهم وغيرهم، فأثنوا عليه وانصار السنة، قالوا الترابي شخصية إسلامية لن تتكرر بعد اليوم أبدا، وقد دافع عن الإسلام وجاهد بالإسلام إلى آخر ما قالوا. يجي الحبوب الليلة يثني على ذيل، بل يثني على أكبرهم ضلال وأعظم ضلال، على رئيسهم اللي بيكرم الصوفية ويثني على جميع أهل البدع، ويكذب على العلماء بالسعودية ويقول لهم أنا والشيخ إسماعيل عثمان قاعدين نحارب البدع والشرك وننشر التوحيد، وده والله كذب كذب. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.